السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض رقاق الطري بطريقة سهلة جدا ومكونات سهلة. رقاق الطري كل اللي هيحتاجه مني دقيق، طبعا حسب الكمية اللي انت عايزاها. انا هنا يدوب عاملة كمية كوبايتين دقيق، وكل اللي انا محتاجاه دقيق، مية عادية من الحنفية، مش محتاجة مية دافية. عندي يدوب رشة ملح ومعلقة سكر ومعلقتين زيت. مكوناته سهلة جدا، بسيطة جدا، مش محتاجة مني اي مجهود. وهي كمان بتبقى عجينة الرقاق من العجائن، الحاجات اللي هي بتبقى تعتبر مفتوحة، بتقبل معايا اي حاجة. ممكن لو انت عايزة تحطي لبن اوكي، عايزة تحطي قشطة ماشي، يعني براحتك. بس طبعا احنا ما بنحبش نكتر في الحاجات الدهنية والمواد الدهنية عشان ما يبقاش طعمه مايل معانا للفطير المشتت. نبدأ اعمال الرقاق معانا. يا دوب بنزل على الدقيق، عندي اهو كده برشة ملح خفيفة، بنزل عليهم كمان بمعلقة سكر ومعلقتين زيت. الشكل ده بنزل عندي بمية، طبعا مش المية مش بنزل بيها مرة واحدة. شايفين حاجة الرقاق وعمايل الرقاق حاجة بسيطة جدا، يعني مش محتاجة اي غلبة معايا ولا اي تكنيك ولا اي حاجة. بنزل بالمية عندي بالتدريج وببدأ اقلب بالشكل ده في العجينة بتاعتي. طبعا المية بنزل بيها على حسب احتياج العجينة، بالشكل ده بنزل بالتدريج معايا اهو. محتاجة عندي مية تاني، بديها المية. ما ينفعش انزل بالمية بتاعتي مرة واحدة، لان لو نزلت بالمية بتاعتي مرة واحدة، ممكن نجيبها شوية كده، بس لو نزلت بالمية بتاعتي مرة واحدة ممكن العجينة تطرى مني، واضطر ان انا ازود في الدقيق وتبقى غلبة وتزيد عن الكمية اللي انا عايزة اعملها. لا، انا بنزل بالدقيق بتاعي مرة واحدة لحد العجينة بتاعتي ما تلم، وعايزة احصل على عجينة قوامها متماسك، في نفس الوقت عجينة مفتوحة، لان لو كانت العجينة قوامها متماسك زيادة عن اللزوم بتغلبني، ما بتتفردش معايا. كده اهو بدأت العجينة زي ما احنا شايفين تلم معايا، بس لسه محتاجة مية بنزل بيها برضو بالشكل ده بكمية المية. المية مش مقدار، يعني لان انا ما اقدرش اقولك كوبايتين الدقيق مثلا هياخدوا قد ايه مية، لان الدقيق بيختلف انواعه، في الانواع بتبقى محتاجة كميات دقيق، وفي انه يعني تاخد كميات مية، وفي نوعيات تانية ما بتاخدش كميات مية كتير. فطبعا دايما في المعجنات بشكل عام بنقول المية والمواد السائلة على حسب ايه، على حسب احتياج الجديد احتياج الدقيق. الشكل ده كده انا خلاص كده العجينه بتاعتي زي ما احنا شايفينها هي خلاص لمت. بس انا في الوقت ده عايزه اخدم العجينه كويس جدا. لو انت عندك عجان تحط في العجان، مفيش مشاكل. ما عندكيش عجان تعجني على ايدك. اصل العجائن اصلا كانت قبل العجان كلها بتتعجن على الايد. انا بفضل اعجن في العجينه لمده 10 دقائق ل 12 دقيقه لحد ما تبقى معايا العجينه ملسه وناعمه ولونها بيبقى فتح معايا، ويبقى كده هو القوام اللي احنا مطلوب. هكمل عجن العجين ونشوف هنوصل للقوام اللي احنا عايزينه. كده خلاص خلصت العجينة، اخدت عجن معايا 10 دقايق. شايفين العجينة بقى لونها جميل، لونها فاتح ازاي. انا عايزة القوام بتاع العجينة، شايفين لو ملاحظين في حتة تلزيقة صغيرة بس ما بتلزقش، يعني شايفين ولا بتلزق في الطبق اهي، ولا بتلزق في الطبق اللي انا عجنت فيه، ولا في نفس الوقت بتلزق في ايدي. يعني انا فيها نسبة تلزيق، بس نسبة التلزيق دي بسيطة جدا، يعني اهي عجينة متماسكة في نفس الوقت طريقة عندي كده اهو، طريقة عندي ايه ومفتوحة اهي. شايفين احنا لما بنضغط عليها فيها نسبة تلزيق خفيفة، بس في نفس الوقت اهي مش بتلزق اهي زي ما احنا شايفين في ايدي. الشكل ده كده العجينة وصلت للقوام المطلوب عندي. انا كده بحط العجينة في الطبق بتاعي، غطيها
ورق بالورق بلاستيك او بفوطه نظيفه، المهم امنع عنها الهواء علشان وشها بتاع وشها ما يبداش ينشف ويعمل قشره. بسيب العجينه بتاعتي ترتاح لمده 10 دقائق او ربع ساعه لو عندك وقت نص ساعه علشان تنفع تتفرد معايا ما تغلبنيش وانا بفردها. نسيبها ترتاح ونرجع لها كمان، يعني ايه، بنسيبها مثلا ربع ساعه، ولو انت عندك وقت ممكن تسيبي وقت اكتر شويه. العجينة بتاعتي ترتاح لمدة 10 دقايق، ببدأ أقطعها، بقطعها طبعا قطع صغيرة لأن أنا هفردها هسويها على صينية صغيرة، يعني ايه قد الليمونة بالشكل ده كده، وأحطها على سطح، أي سطح يبقى مرشوش بالدقيق عشان ما تلزقش. بقطع الكمية اللي عندي كلها قطع صغيرة جدا، وعلى حسب الصينية اللي انت هتشتغلي عليها، لو انت هتشتغلي على صينية حجمها كبير بتقطعي القطع اكبر من كده، انما هشتغل على صينية حجمها 30 مقاس 30، عشان كده انا هقطع القطع بتاعتي صغيرة بحيث ان الرقاق بتاعي ما يزيدش عن حجم عن حجم الصينية بالشكل ده. بنقطع الكمية كلها وبعدين نبدأ نفرد، نقطعها كلها، بنحاول نخليها كلها بالشكل ده قطع متساوية. شايفين العجينة يدوب التلزيقة الخفيفة، يدوب ما فيش اي ما بتلزق فيه تلزيقة، شايفين، بس في نفس الوقت اهي بتخرج ما بتلزقش، هو ده القوام المظبوط للعجينة. بنقطع الكمية كلها بنفس الحجم ونبدأ نفرد. خلصنا تقطيع زي ما احنا شايفين، نبدأ مع بعض نفرد، نقول بسم الله. عندي في البداية طبعا صينية زي ما احنا شايفين كده، انا رشاها بالدقيق عشان اسند عليها الرقاق بتاعي بعد ما بيتفرد كده كده معايا على جنب، وابدأ ارش دقيق على الرخامة بتاعتي كده اهو بالشكل ده، وابدأ بالفرد. ببدأ بالفرد، اول واحدة قطعتها ابدأ اول واحدة افردها كده، بديها رش الدقيق بالشكل ده وابدأ افرد بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كده شايفين عشان هي مرتاحة معايا واخدة وقتها الكافي تتفرد معايا بسهولة بسرعة، كمان برضو فيها واخدة زيت، فالزيت بيخليها تتفرد معايا بسرعة. لو حسيت ان انا العجينه بتاعتي بتلزق معايا بديها رشه دقيق خفيفه كده بالشكل ده، بلفها الناحيه التانيه عايزه السمك بتاعها يبقى رقيق جدا. دايما لما بفرد بخلي بالي من الاطراف والجوانب بتاعتي، الحواشي اللي هي بتاعت الفطيره بتاعتي متبقاش سميكة، انا عايزة كلها بسمك واحد بالشكل ده. بحاول افرد على قد ما انا اقدر فيها، نشوف ان هنفرد مع بعض لحد ما نشوف السمك اللي احنا عايزين نوصل له هيبقى قد ايه. طبعا هي اسمه رقاقة عشان ان هي بتبقى رقيقة جدا، يعني اهو بحاول الفها بالشكل ده، ما بحاولش ان انا اكتر الدقيق، انما لو محتاجة بديها، انما ما برشش دقيق كده عمال على بطال فيها، لا حسب احتياجي. يعني لو لاحظت ان هي هتبدا تلزق في اي ناحيه كده اهو، شايفين الجزء ده حسيت ان هو هيلزق، دي له يدوب رشه خفيف كده، رشه دقيق خفيفه جدا اهو، ووزعها بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين كده اهو كده اهو، بس عشان ايه الفها بصوا كده اهو، لفها بكل سهوله ما تتطبقش مني، لما بتبدا ترق مني لو انا لفتها بايديا بتبدا تتطبق وتتلزق، انا بعمل لها بالشكل ده اهو كده وبفرد. اهم حاجه اركز برضو على الجوانب بتاعتي اهو كده، بالشكل ده هنشوف كده السمك بتاعنا اللي احنا وصلنا له. شايفين السمك
رقيق جدا، شايفين اهو واضح رقيق خالص كده. ده تمام معايا. لو انت طبعا عايزة تكبريها بتكبريها عادي يعني. كده هنحفرد كل الكمية اللي عندي. هنشوف هنعمل ازاي الاول يعني. كده انا خلاص اهو كده فردتها، وصلت كده اهو. شوف دي هرشت بيه عشان متلزقش. كده بفرد كويس برضو، اديها فردة كمان تانية. كل ما بتفردي كل ما بيبقى الرقاق عندك يعني ايه خفيف وحلو وجميل جدا. كده بصوا بلفها كده اهو الشكل اللي احنا شايفينه كده، بلف 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 ده اهو. عندي الصينية اللي انا قلت ان انا ارش عليها دقيق، طبعا شايفين انا عاملاها بدقيق ازاي. ببدأ كده اهو احطها على الصينية بتاعتي. دي مش اللي انا هشتغل عليها، دي دوب انا هسند عليها الرقاق بتاعي لحد ما اخلص فرد كل اللي عندي كده اهو. كمان برضو بديها رشة كده على وشها بالشكل ده دقيق، بدرها كويس كده بديها علشان انا هحط عليها واحدة تانية بالشكل ده متلزقش فيها. كده نجيب واحدة تانية كده اهو، افرد الدقيق على سطح الرخامة بتاعي، احط كده اهو اديها رشة دقيق خفيفة على الوش من فوق، وابدأ. شايفين انا عاملاها صغيرة عشان تبقى قد الصينية اللي انا هشتغل عليها كده اهو. اول ما الاقيها بتلزق بديها الدقيق عشان متلزقش، واعرف افرد معايا اهو. اتكي على العجينة عادي اهو بالشكل ده، باخدها كده زي ما بقولك بلفها الناحية التانية اهو كده. شايفين الشكل اللي احنا شايفينه ده عادي يعني، تتك عليها ما بتخافيش منها، هي عجينة سهلة عجينة مرنة بتقبل اي حاجة منك عادي اهو كده الشكل ده. تتك عليها محتاجة دقيق مني، باخدها كده اهو رشة يعني مفيش، يدوب كده اهو. شايفين الحركة اللي انا بعملها دي اهي الشكل ده. لو انت مش هتعرفي تعمليها تمشي عادي زي ما انا بقولك اهو كده بالشكل ده، والفها معايا. الفطيرة الاولانية عملناها يعني ايه للمبتدئين يعني اللي هم لسه اول مرة هيفردوا فطير. الطريقة اللي احنا بنعملها دي طبعا اسرع، لو احنا هنلاحظ ان هي اسرع وتديني نتيجة احسن لو انت متمرسة ومتعودة على الفطير وتعرفي تتحكمي في الفطيرة اللي قدامك اهو الشكل اللي احنا شايفينه ده. بفرد كده خلاص وصلت لايه السمك اللي انا عايزاه. شوفوا شايفين مدورة وجميلة مش متلزقة مش حاجة خالص. شايفين اهو شايفين السمك ده يدوب رقيقة خالص خالص، اهم حاجة تبقى رقيقة. كل ما بتفردي فيها كل ما بيبقى احسن الشكل ده اهو كده. واديها تاني ما بخافش خالص منها، هي عجينة مخدومة كويس ان شاء الله ما تتقطعش مني. كده كده خلاص انا ممتازة. بقت معايا عندي ببدأ احطها على الفطيرة التانية زي ما احنا شايفين رش عليها دقيق. لو انا ما رشتش دقيق وهحط التانية عليها هلاقيها ان هي لزقت معايا، وهلاقي ان كل اللي انا فردته بقى عبارة عن عجينة واحدة كده اهو زي ما شايفين. باخدها كده اهو بالشكل ده شايفين اهو، بحطها على اختها كده وبرش دقيق على وشها. ما بدخلش بالدقيق في الوقت ده عشان هو ده اللي هيحافظ على ان كل الفطيرة تفضل مع نفسها ما تلزقش في التانية. كل ده بيتنفض وبيتشال دي زيادة اول ما باجي احطها على الفرن. كده هكمل كمية الرقاق كل الكمية اللي عندي. خلاص انا خلصت فرد كل الكمية اللي عندي، حتى صينية على النار زي ما شايفين حطها بالقلبة بتاعتها، بحطها بسيبها تسخن وبنزل عليها بالرقاق اللي انا فردته. استناها بس تسخن كويس. شايفين لفيت الرقاق بتاعي على كده اهو النشابه بتاعتي زي ما احنا شايفين الشكل ده عشان تسهل عليا عمليه الفرد على الصينيه. كده بتاكد ان الصينيه بتاعتي سخنه كده اهو، سخنت بنزل زي فين شايفين كده اهو بكل بساطه اهو بفرد بالشكل ده اهو زي ما انا شايفه.
بيتحرك معايا بكل سهولة. عند الصينية بتاعتي سخنت، شايفين جميل ازاي الرقاق ما بتاخدش وقت خالص معايا، يدوب مفيش دقيقة واحدة واقلبها على الناحية التانية اهو كده، شايفين اهو. طبعا كمان الاولى بتاخد وقت اكتر من التانية والتالتة، لان طبعا بتبقى لاند الصينية لسه يعني ايه ما سخنتش للدرجة اللي انا يعني عايزاها، بس بنفس الوقت ما بيتضرش عندي ومفيش بيتأثر اي تأثير سلبي على الرقاق كده اهو خلاص، شايفين. مش عايزاها طبعا تحمر، لو احمرت معايا بتبدأ تتحمص وبتنشف مبتبقاش طرية اهو. بلف كده اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ما بتاخدش اي وقت خالص، يا دوب مفيش ثواني يعني اهو كده خلاص الرقاق بتاعي استوى كده اهو زي ما احنا شايفين. بص ازاي كده بيتطبق معايا بكل بساطة مرن كده اهو، شايفين شايفين قد ايه طراوته اهو شكل ده. بندخل كده خلاص، دي خلاص استوت، بنزل بالتانية زي ما شايفين، هننزل كده اهو بالتانية اهو بالشكل ده، افردها كده على السطح، شايفين عشان التانية بتبقى سخنة الصينية معايا اكتر، والتالتة والرابعة وهكذا يعني. هي عامة هو ما بياخدش وقت، بس طبعا كل الصينية بتاعتي ما بتسخن كل ما بتاخدش وقت اكتر اهو كده، شايفين بتتحرك معايا اهو كل سهولة، يدوب ثواني كده في الناحية دي. استنى عليها شوية كده، اقلبها لفها الثانية، شايفين من كتر الرقة بتاعتها ما هي مش مستحملة معايا يعني اهو كده. شايفين طبقها ازاي اهو كده اهو، احطها يعني في حاجة قماش بحيث ان هي ايه تحافظ على الرطوبة اللي فيها، شايفين قد ايه طرية، شايفين جميلة ازاي. ننزل كمان بواحدة تانية، طبعا بين كل واحدة والتانية لازم انضف الصينية بتاعتي عشان الدقيق اللي عليها ما يتحرقش، اللي هو الدقيق الزايد الشكل ده، فرشة بنضفه وانزل بالتانية، بنضف السطح بتاعي وانزل بالتانية اهو كده، بنزل بيها شكل ده، افردها سهل عليا جدا اهو. طبعا خلاص زي ما شايفين احنا ايه انها بتسخن اهو، متاخدش وقت خالص خالص. بصوا لو زيادة ما بتفرقش، انا كده كده نزلها على سطح سخن، بس لو في عندي زيادة بحاول ان اهو كده اهو عشان ما تبقاش طالعة ان هي اصلا ايه مطبقة يعني اهو، شايفين الشكل ده كده جميل جميل. طبعا بتقدري تعمليه باكتر من حشوة الناحية التانية اهو، طبعا هو زي ما انا قلت ان هي الرقاق دوت عجينه مرنه، وطبعا بيقبل اي نوع من الحشوات، حلو حادق زي ما انت عايزه تعمليه كده. انا خلاص ما فيهاش اكتر من وقتها عشان ما تبداش تنشف معايا، شايفين اهو كده بنطبق ازاي، شايفين قبل ان هي تتطبق معايا ما بتتكسرش، شايفين الطراوه بتاعتها، وبالشكل ده لحد ما بخلص كل الكميه اللي عندي. بقى الطري بتاعي بعد خلاص ما استوى، شايفين قد ايه جميل جدا لونه جميل، شايفين قد ايه الطراوه اللي فيه، شايفين كده اهو اهو تفردي وتتني فيه بكل بساطه اهو، شايفين الطراوه، شايفين قد ايه طري.
طبعا ينفع ان احنا نستخدمه باكتر من حشوة، ممكن تعمليه حلو ممكن تعمليه حادق، اتمنى ان انتوا تجربوه. اهو شايفين، شايفين قد ايه، اهو اهو شايفين قد ايه طري ومطول معايا العجينة، شايفين اهو كده اهو اهو، اتمنى ان انتوا تجربوه. ممكن تعملوه زي ما قلت لكم باكتر من حشوة، ممكن تعملوه حلو ممكن تعملوه حادق، اتمنى ان انتوا تجربوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا الاشتراك في القناة، اعملوا لي لايك وشير، والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.